شكلما بالشوكولاته. علشان نعمل الوصفه بتاعتنا السهله جدا، عايزين 2 بياض بيض، عايزين فانيلا، ربع معلقه صغيره ملح، نص كوب 2.5 كوبايه جوز هند، وعايزين نص كوبايه حليب مكثف محلى، وعايزين شوكولاته بقى للوش، وبندق وفستق مجروش. دلوقتي انا حطيت البياض هنا لوحده خالص، وهنبتدي نخفق لغايه ما يبقى عندنا قوام كده كريمي وابيض. هنحط بقى دلوقتي رشه الملح، رشه، ده كده عندنا جاهز. هنحط بقى دلوقتي، هناخد بقى دلوقتي الفانيلا اللي عندنا ونحطها كده هنا، وناخد الحليب المكثف المحلى ونحطه برضو كده هنا، ونبتدي نقلب كده بالراحة خالص خفيف. برضو هنحط الكوبايتين ونص بتوع جوز الهند، وهنقلب ده كله من تحت لفوق كده بالشكل ده، من تحت لفوق بالراحة، مش هنضربه بالعجانة ولا أي حاجة، بالراحة خالص، ما وراناش أي حاجة كده، لغاية ما كل المكونات اللي عندنا تندمج مع بعضها. كده تمام. هناخد بقى الخليط بتاعنا ونحطه في الكيس حلواني زي كده في البايبنج باج، ونبتدي نشكله. طيب هناخد البايبنج باج اللي عندنا ونبتدي نشكل الشكلمة بالشكل اللي احنا عايزينه. ناخد حتة من الخليط بتاعنا ده ونحطه كده هنا، كده هنا وهنا وهنا، علشان الورقة ما تلزقش، ما تطلعش معانا واحنا بنحط الشكلمة بتاعتنا. نبتدي بقى نحط الشكلمة بالاشكال اللي احنا عايزينها، يعني كده شوفوا قد ايه حجمها لطيف اهي، لذيذة كده. هناخد بقى الكلام ده كله وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 160 لغاية ما احس انها من تحت ابتدت ان هي احمرت، يعني مش من تحت بس، لو لقيناها من تحت احمرت من فوق لسه بنطفي عليها من تحت، وبنولع عليها الشواية من فوق علشان نديها لون كده يكون لذيذ وحلو. وحمروها بقى لغاية الدرجة اللي انتوا عايزينها، بتقعد تقريبا يعني من 12 ل 15 دقيقة، ربع ساعة تقريبا بتقعد. وبرضو اتأكدوا لانه حسب الفرن ايه اخباره عندكم، فحسب الفرن بتاعكم قعدوها. زي ما اتفقنا هناخدها نحطها في الفرن على درجة حرارة 160، بتقعد تقريبا ربع ساعة، ممكن تقعد اقل شوية، ممكن تقعد ازيد شوية. واول ما تطلع من الفرن بنسيبها تبرد خالص قبل ما نحط لها الشوكولاته والمكسرات اللي احنا عايزينها فوق. وبنقدر بدل ما نحط لها الشوكولاته فوق كده، بنقدر ناخدها ونغطس الربع اللي تحت ده في الشوكولاته، وبعدين نحط له مكسرات زي ما انتوا عايزين.